عطيك طاجين ديال المروزيه بالتمر. اييه حتى هي كانوا هذه كانوا من قديم حتى هي كيديروها بالتمر. كتجي رائعه. اييه كنديروا حسب اللحمه شنو عندك، جوج كيلو كيلو ونص حسب اللي عندك، وحسب يا اما كاين اللي كيديرها قبل المروزيه كنا كنديروا غير بالعظام، اللي كنا كنديروا القتبان وكنديروا لي بغوشات هكا هكا، كيبقاو ديال ذوك العظيمات ما كانوش كيتلاحوا. أيه. كانوا كيتجمعوا على ثلاث ايام اربع ايام، من بعد كناخذوهم كنا كنديروا لهم المروزيه ونديروهم حلوين وكيبقاو في الثلاجه. أيه. لان كانوا كيبقاو بلا ثلاجه، كانوا كيديروهم غير في الخوابي ديال الطين. اييه كيحفظوهم. دابا عاد الثلاجه ما بقاش داك الشيء، غادينا كنديروا اللحم ديريكت. اييه ما بقيناش كنديروا العظام. فعلا هادشي اللي كاين. ندوز على بركه الله جوج كيلو ديال اللحم، 300 غرام ديال التمر، الا كان هذاك بوسكري من الاحسن، 300 غرام ديال الزبيب، 300 غرام ديال اللوز مسقي ومقلي، 200 غرام ديال الزبده من النوع الجيد ماشي المارغارين، لان الزبده اللي كانت مزيانه حتى هي كتعطينا طيبه زوينه في الاكل. واحد 250 غرام ديال البصله، ونص كاس ديال الزيت، وراس الحانوت هي المروزيه. المروزيه غير هي واحد النصيحه. انا تنقول بان ملي كتكون شويه قديمه عندنا في الدار راه ما كتعطيكش الطيبه ديال المروزيه ديال بصح. خاصها وقت ما بغات السيده تاخذها تخليها هكا كنشوب، ملي تقرب تبغي ديرها تحاول تدق شويه تطحنها وديرها جديده، لان جديده كتجي رائعه. اي فعلا. يعني الواحد من الاحسن ياخذ العطريه ديال المروزيه اللي هي حبوب يعني صينه، ما يطحنهاش ليها العطار حتى تجيبو. ودابا تبارك الله ديما في بوطاجير نحطو ديك الطحانه الصغيره ديال القهوه ولا العاديه ونطحنوهم في الوقيته اللي نبغيهم، فعلا كتجي بنينه. لحقاش كاين شي عشوب اللي كيطلقوا الماء في المروز، هذوك العشوب كاين شي عشوب اللي ما تيطلقوش الماء، وكاين شي عشوب اللي كيطلقوا واحد البروديه ديالهم كتعود شويه بحال غامله. من الاحسن الواحد يتفادى يديرها جديده. اييه عندنا واحد الراس ديال الثومه كنقيو ما تنقطعوش، كان غير تنشقوه تنحيدوا النص الفوقاني من القشور، والنص كيبقى شاد القشور ديالو باش كتعطينا غير لوكو ديال الثومه. كداك. وكنديروا واحد المعلقه ديال السمن، واحد المعلقه كبيره ديال راس الحانوت العطريه ديال المروزيه، شويه البزار، دويمه ديال الزعفران، الزعفران شعره نرقدوه في واحد الكويس ديال الماء باش يطلق لينا ديك اللون ديالنا، وواحد العويده ديال القرفه، ومغرفه ديال العسل من النوع الجيد، وشويه القرفه في الاخر. وغير واحد النصيحه، السيدات اللي غادي يخبوا حدا بالمروزيه هي ماشي تنديروها كماكله، كنديروها وقت ما كان عندنا ضيوف في العشيه وجانا شي حد ماشي في الوقت اللي كنا حنا مطابين غادي نطيبوا ليه، كنجبدوها وكنسخنوها. هذا هو السر. هادشي علاش كانت كتخبى؟ كانت كتطيب وكتقسم ماشي كاكله ديال الطبق. واللي السيده اللي بغات تخليها بحال دابا الوليدات في الثلاجه تحاول ما ديرش فيها البصله. اييه واخا ما ديرش فيها البصله، تقدر تجلس عندها حتى شهرين ما تتخسرش. ما كتخسرش فعلا. لا تخسر كتعود فيها شويه الحموضه، والعسل الا ما كانش عسل مزيان راه كيحمضها. ولا اللي بغى يتفادى العسل ويدير غير السكر يدير السكر. واخا حقاش ماشي شي حاجه اللي هذا. من بعد كناخذوا كل شيء هاد المقادير اللي درنا كنديروهم في شي طنجره ولا في شي حاجه فاش غادي نطيبوا ولا كوكوت، وما كنقليوهاش كنديروها اوتوماتيكمون هي والماء، وكنسدو عليها وتنخلوها كطيب على عافيه مهيله حتى تدخلها العافيه. ملي كتلقي اللحم شويه بالضاب والماء ديالها مشى، في طبيعه الحال الا كانت عندنا بدا يمشي الماء كل مره كنزيدو نزيدو الماء. اييه هنا ميزان نشوفو اللحم طاب ما نبداوش نحركوه بالمعلقه، نبداو غير تنحركو هذيك الطنجره ولا الكوكوت ديالنا غير تنحركوها، غير اليدين ديالها نحركو ماشي باليدين قبل ما يدخلوا الطياب. تنزيدوا هذاك التمر كنحيدوا منه العلف وتنكونوا غسلناه، كنزيدوا التمر كيجي رائع فيها. ملي كتزيد تاكلي في لاصوص كتكون خاطره، وكتهزي بحال كتهزي اللحم معلك. اييه مع داك التمر والحلاوه الزوينه ديالو. وكنزيدوا الزبيب، انا كندير اللوز النص كنخليه ديكور مقلي، والنص كنلوحو مع الزبيب ومع سميتو كيطيب. اييه بحال الاول ديال كدا بحال كدا كيطيب ملي كيطيب وكتنشف، ديك الساعه راه السيده كتشوفها بان ما بقاش فيها نهائيا الماء، هي ضروري خاصها تبخر من الماء. كنعريوها باش الماء يمشي، باش حتى خليناها ما كتكونش فيها شي حاجه خايبه. اييه كتبقى معلكه. ومن بعد كنزيدوا هذاك العسل، وكنزيدوا شويه ديال القرفه،
وحنا غير كنحركوا بيدينا، ما تنديروش لا كويير ولا شي حاجه، غير كنحركوها حتى كتنشف وكنطفيو عليها وكنخليوها حتى كتبرد. الا كنا غادي نخليوها ما غاديش ناكلوها في ساعتها، نخليوها حتى تبرد مزيان عاد نحيدوها من داك الاناء ونديروها شي حاجه اللي تكون مزيانه ما كتخسرش، نجبدوا منها وقت ما بغينا وقت ما بغينا وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والله يعطيك الخير الحاجه توريه، تبارك الله عليك.